النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا معاشر المسلمين فيقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فعلام أنت ضعيفة، فعلام أنت أي مصيبة تكسرك، أي هم يؤلمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يحبك أن تكوني قوية، يحب المؤمن قويا في دينه، في عبادته، في تربيته، في كل أموره. هذا الحديث من أكثر الأحاديث الذي أثرت في حياتي، والتي جعلتني أنظر إلى أمور الدنيا وهمومها ومشاكلها بعين الاحتقار وعين الازدراء. فلا شيء في الدنيا يضعفني دام أنني مؤمنة، لا شيء في الدنيا يأخذ أكبر من حجمه. إذا مررت بمشكلة أو بمصيبة سأحاول حلها تلك الساعة، فإن لم أستطع حلها أرميها وسيحلها الله عز وجل. وسبحان الله، يوم ثلاثة وانتهت. كيف تنحل؟ لا أعلم. أنا بذلت السبب وفعلت الذي علي، ثم أكل الأمر كله لله عز وجل. كوني قوية ولا تسمحي للهموم أن تكسرك، ولا تكوني ضعيفة قريبة الدمعة، أطرف كلمة تكسرك: فلانة قالت لي أننا سمينة، فأروح مكتئبة. سلامات، أكل من أكلك، ثلاجتكم يعني، الحمد لله الله أنعم علي، وما شيخ إلا ملانت المتكة. لا تسمحي لأحد أن يهز من شخصيتك. حاولي دائما أن كلام الناس لا يؤثر عليك. كوني قوية صلبة وفي كل خير، في الضعيف وفي القوي خير. حتى المؤمن الضعيف المسكين صاحب الشخصية الضعيفة فيه خير، قد يكون رجلا أو فتاة بعد حالها وطيبة، لكن القوية في الحق والقوية في الدين والثابتة، والمرأة التي تحسن تربية الأبناء وتحسن التصرف، هذه أحب إلى الله من تلك الضعيفة في عبادتها، في تأثير الناس بها، في هي فيها خير. لكن القوية في الخير طبعا، وليس القوية التي السلفع، المرأة القوية التي في الشارع، قوية الشخصية التي تتبرج، هذه ليست قوية، هذه إنسانة متبرجة، هذه إنسانة عاصية. أنا أتكلم عن القوية، قوية فلبست الحجاب والخمار والنقاب، قوية فالتزمت بالصلاة، قوية فقامت الليل وصامت النهار، قوية فحفظت القرآن، هذه القوية في الطاعة. أما قوية الشخصية تكلم الرجال، قوية الشخصية تخرج متبرجة، قوية الشخصية صوتها ملأ الشارع، هذه ليست قوية. في فرق بين القوة والوقاحة، فانتبه. وفي كل خير، أي في القوي والضعيف خير. احرص على ما ينفعك، احرصي على وقتك، احرصي على ما ينفعك. جالسة تقلبي من مقطع إلى مقطع، من موقع إلى موقع، من أشياء تافهة إلى أشياء تافهة، احرصي على ما ينفعك، لا تتركي وقتك يضيع هباء هكذا. إياك، من صفة المؤمن القوي أن يحرص على ما ينفعه. عندي دراسة، أكمل دراستي، عندي علم، أكمل علمي، عندي طبخ، عندي ترتيب، عندي تنظيف، أرتب وقتي. هذا الحديث من أكثر الأحاديث الذي لو طبقتها حرفيا ستكون امرأة مختلفة تماما، قوية شخصية، صاحبة رأي وعزم، إنسانة تحرص على وقتها وما ينفعها. واستعيني بالله، واستعن بالله، ولا تعجز، لا تعجزي وتقولي أنا أصلا ما مني فائدة، أنا أصلا لن أفعل شيء، أنا أصلا ما تعلمت. احرصي على ما ينفعك من الآن، ابدأي بطلب العلم، ابدأي بحفظ القرآن، ابدأي بالتجويد، ابدأي بالأحاديث، ولا تعجزي، ولن يضيعك الله، وستصلي وستختمي وستتعلمي وستكوني أفضل من ممن تريدي. إذا استعنت بالله ولن تعجزي فستصلي إلى هدفك. وإن أصابك شيء من هم من أو غم من أو ضيق، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، الله لو أني ما خرجت ابني ما كان سيحدث له شيء، لو أني ما فعلت والله ما كان. لا، قدر الله وما شاء فعل، فعلت السبب وعملت الذي عليك، ثم قدر الله عليك شيء. لا تقولي لو، في حديث آخر أن الإنسان فعل شيء وقال ولعن الشيطان أو سب الشيطان، فإن الشيطان يستعظم ويكبر فيقول هذا بفضلي وفعلته. لكن إذا استعذتي بالله وقلت قدر الله ما شاء فعل، فإنه يصغر ويصير كالحشرة حقيرا ذليلا. فلا تقولي الله لو أني ما قلت كذا، لو أني لم أفعل كذا، لو أني صنعت كذا، ولكن قولي قدر الله ما شاء فعل، وبإذن الله في المرة القادمة سأحاول أن أفعل أفضل، سأحاول أن أصنع كذا، وأتعلم من أخطائي، ولا ألوم الماضي، خلاص الذي صار صار والذي قدره الله. هذا الحديث يعلمك الرضا عن القضاء، يعلمك الرضا عن الله عز وجل، يعلمك أن كل شيء بقدر. هذا الحديث
يعلمك قوة الشخصية والقوة على الطاعة، ويعلمك على الحرص على وقتك وعمرك وعلمك وعلى كل ما ينفعك. يعلمك ألا تعجزي، وأنك إذا استعنت بالله فأنت الرابحة لا الخاسرة. وما ضاع وما ضل من استعان بربه. وعلمك أنه مهما يصيبك من أمور الدنيا من خير أو شر، أن كلها مقدرة، وأنه قد سبق علمها عند الله عز وجل، فترضي وتسلمي وتقول الحمد لله، فتعيشي راضية مرتاحة البال، متعلمة من أخطائك، متوكلة على ربك. ما أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمنا كيف نعيش، أعيش قوية أم ضعيفة، أستغل وقتي أم لا أستغله. يعلمك كيف تدير كل أمورك. ما أعظم هذا الدين وما أجله، والحمد لله الذي حفظ لنا كتابه فنقرأ منه ونرتشف منه، وحفظ لنا سنة نبيه فنتعلم منها فنزداد قوة ويقين، ونزداد منفعة في أوقاتنا وأعمارنا، ونتعلم الاستعانة بالله، ونتعلم ألا نعجز أبدا، وأنه مهما يصيبنا فإن قلبنا ممتلئ بالرضا عن الله. كل هذا تعلمك إياه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي علمنا هذا، وجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، وألحقنا بالصالحين، وجعلنا ممن سلك نهجهم وسار على هداهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.